فنانة جميلة الحقيقة، كانت بتضحكنا كلنا، وكلنا جيلي على الأقل حفظ أفلامها وهي صغيرة، بحلق لي وبص لي، وأفلامها الرائعة مع أنور وجدي، معايا ريال معايا ريال، يعني كلنا كنا حافظين أغاني فيروز. فيروز طفلة المعجزة، فقدناها النهاردة. خلينا نفكركم من هي فيروز ونرجع تاني. الطفلة المعجزة وكروان الفن وأطقوطة السينما، ألقاب اقترنت بالفنانة فيروز التي اشتهرت كواحدة من أبرز الفتيات في السينما المصرية، وعرفها الجمهور عبر أفلامها مع النجم الراحل أنور وجدي الذي تبناها فنيا. اوعى، ده مفيش قوة في العالم تقدر تاخد مني، ده أنا هاخدها. تاخد مرخدك ربنا وأنا أهربك يا راجل أنت، إيه يا أختي التلاح دي؟ اعتزلت فيروز الفن وابتعدت عن التمثيل منذ سنوات طويلة لتحافظ على الصورة الذهنية لدى جمهورها ومحبيها، بعد أن وضعت في أعمالها بصمة كبيرة ببراءتها رغم العدد القليل لأفلامها. لكن أنا مش ياسمين. أنت ياسمين، اسمك ياسمين. أنا اسمي أسكوتة، اسمي كتكوتة، أنا كتكوتة لونه ده، أنا تبروتة حلوة وصح، غني معايا يا جدي، أنا كتكوتة لونه ده، أنا تبروتة حلوة وصح. وتميزت فيروز بقدرتها على الغناء والاستعراضات ليخلد تاريخ السينما المصرية لها عددا كبيرا من الأغنيات التي لا تزال عالقة بالأذهان حتى يومنا هذا، منها البلياتشو ومعانا ريال. معانا ريال، معانا ريال، لما بلغات ماهوش بطل، نقف في الحال على البقال، معانا ريال، معانا ريال. وتعود أصول فيروز إلى أسرة أرمينية من مدينة حلب السورية، وهي شقيقة الفنانة الاستعراضية نيلي، وتوفيت اليوم عن عمر ناهز 73 عاما، تاركة أعمالا سينمائية حفرت البهجة في قلوب الصغار والكبار. هشام الرباط، هنا العاصمة.